أهلا بكم. مثل الوضع العام في البلاد خاصة على الساحة السياسية بالإضافة إلى تطورات الملف الليبي محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي. التفاصيل في تقرير سهير العبيدي. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، وتم خلال هذا اللقاء الذي جاء بدعوة من رئيس الدولة تباحث مسألة تكوين الحكومة، كما تطرق اللقاء إلى المسألة الليبية وانعكاساتها على الوضع التونسي. كان لي لقاء مع السيد الرئيس قيس سعيد بدعوة من سيادته، وكان حديث حول مسألتين أساسيتين، مسألة سير المجلس وترتيب جلسة تزكية حكومة السيد الجملي، والرئيس عبر عن شدة تمسكه باستمرارية الدولة، ولاحظ بأن هنالك تراخيا في سير دواليب الدولة. الدولة مستمرة ولكن هناك طالت المدة يعني، وهناك تراخي في عمل مؤسسات الدولة، وبالتالي هو حريص على أن تعود الأمور إلى نصابها ونخرج من حالة الفراغ أو شبه الفراغ تعيش البلاد. وليس عبر الرئيس أنه ليس، بل هو حريص شديد الحرص على أن تنجح حكومة السيد الجملي وفي أن تزكى، لأن البديل عن ذلك صحيح هناك بديل دستوري، ولكنه لا يتمنى أن تؤول الأمر إلى ما يسمى حكومة الرئيس، وإن كان السيد الرئيس ينكر هذا الاسم لأنه يعتبر الحكومة حكومة الشعب التونسي ماهيش حكومة الرئيس. لا يتمنى أن تؤول الأمور إلى هذا المآل، لأنه هذا في مزيد من التطويل، مزيد من التراخي، مزيد من ضياع الأوقات. هو حريص على أن تقوم حكومة شرعية ونعود إلى وضع عادي. في المسألة الثانية الأساسية تعلقت بموضوع ليبيا وانعكاساته على الوضع التونسي، والرئيس أكد على تمسك تونس بالشرعية الدولية وحرصها على أن تقوم الشرعية الوطنية عبر انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب الليبي. كما كان لرئيس